السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ أخواني الكرام، نقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. موضوعي في هذا الفيديو إخواني على تشكل الجن وتخويفه للإنسان. هنا لما أتكلم، أنا أتكلم عن الجن الكافر أو الجن الفاسق أو الشياطين والعياذ بالله، التي تخيف نسبة كبيرة من البشر، ولا يريدون لهم خيرا، ويريدون أن يأخذوهم معهم في نفس السلاسل والأغلال إلى جهنم يوم النشر أو يوم البعث أو يوم القيامة. يعني كلها تصب في نفس المعنى. فبحكم خبرتي في هذا الميدان في مجال تأويل الرؤى وتعبيرها وتفسير الأحلام وغيره، كل واحد كيف يقول، أنا يعني وأعوذ بالله من كلمة، أنا تعلمت أشياء كثيرة وتمعنت وتفحصت وتمحصت وعلمت أشياء من الله سبحانه وتعالى أريد أن أنفعكم بها، ألا وهو علاقة الإنس بالجن. والله يا إخواني هو النص القرآني واضح جدا، يقول لك ربي سبحانه وتعالى: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكثير من الناس عندما يرون الإنسان الذي له نعمة أو كرامة من الله سيقولون أن عنده جن يعطيه هذا الشيء، ولا يقولون أن الله هو الوهاب، هو الرزاق، هو الذي ينفع، هو الذي يؤتي العلم اللدني وغيره. كثير من الناس للأسف يعني من أجل مكاسب دنيوية يعممون أفكارا تافهة للناس، ويقولون لهم: أنت عندك روحانيات قوية جدا، والروحانيات هم فئة من المخلوقات العلوية وغيرها. لو كان ثم شيء، هو يعني ثم حالات نادرة، لا أتكلم عن كل الناس، ثم حالات نادرة جدا، هؤلاء أصحاب كرامات قوية، أصحاب علم من سلالات طاهرة، لا يريدون في الدنيا شيئا، إنما يريدون رضا الله ولقائه، يعني تجاوزوا حتى مرحلة الجنة، يريدون رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني يريدون وجهه الكريم، عندهم يعني طاقة عظيمة جدا. فهؤلاء البشر يمررون هذه المعلومات الخطأ للناس، والناس تصدق: آه والله أحس أنا كل ليلة بأن واحد يوشوش في أذني، آه والله أحس أن لما أبدأ عفوا أقرأ القرآن أحس بحرارة في وجهي، أحس أن بطني اشتعل، أحس أن رجلي فيها تنميل. أغلب لا أقول كل شيء، يعني موجود المس وموجود السحر وموجود الجن يعني هذا شيء موجود في الكتاب يعني، وتحدثت عليه السنة النبوية. لكن الإنسان هو المساهم بنسبة 90% يعني بتقوية هؤلاء المخلوقات الأشرار علينا وعلى نفسه. كيف ذلك؟ فكثير يظن أنه إذا استعان بالجن سيفتح له الكنوز وغيرها. إخواني، الجن الفاسق مخادعون وشرانيون ولا يؤمنون بالله، فكيف سيفيدونك أنت ويكرهونك أنت؟ لأن الله كرمك وعلمك وأعطاك كل شيء وخلقك في أحسن صورة وجعلك مرئيا للجميع، هم لم يجعلهم مرئيين. لماذا؟ والله فيها سر كبير جدا سأخبركم به الآن إن شاء الله في هذا الفيديو. السر إخواني الكرام واضح جدا، والله واضح يعني وضوح الشمس. هم لماذا لا يتجلون أمامنا؟ لماذا لا يظهرون أمامنا؟ إلا في حالات نادرة هو هكذا وميض أو بسرعة، أو يظهرون الإنسان الذي تمكنوا منه نهائيا. أول شيء تشكلهم بسرعة وهروبهم هو تخويف لك، وإذا رأوك أنت تمشي في الخط معهم سيتشكلون لك ويبطئون الوقت شوي معك كي تزيد خوفا وتزيد جنونا. الجن الفاسق أو الكافر والعياذ بالله لا يتشكل لك لأنه يخاف منك، يخاف أن تقتله. وأنتم إخواني الكرام كم من قصة تسمعونها أن فلان قتل جنا بالخطأ فتنتقم قبيلته أو أهله وكذا، لأنهم لا يعلمون. ثم راهم مثلنا، فيهم المسلم السني، فيهم الشيعي، فيهم المتدين، فيهم المتشدد، فيهم الدعوي، فيهم الوسطي، أنواع وأشكال، راهم مثلنا مثلهم. فيهم الذي لا يؤمن بالله هو ملحد أصلا، فيهم من يعني خادم للشيطان الأكبر، أنواع وأشكال. فهو عندما يتجسد لك في هيئة إنسان وأنت في يدك حجارة، فتمسك وتضربه بالحجارة يعني تضرب رأسه وكذا ضربة قوية سيموت. هو عندما يتشكل لك على هيئة عنكبوت أو على هيئة يعني ثعبان وأنت تلبس حذاء قوي وتدعس عليه سيموت. هذا ليش هو لا يتشكل لك دوما؟ هم يتشكلون للذين استطاعوا أن يتمكنوا أو تمكنوا منهم وأمرهم انتهى إلا بيد الله سبحانه وتعالى. واضح؟
هكذا يتشكلون. هذا ليش إخواني الكرام؟ البعض يقول لك مثلا أنا أعبد الله وفي نيتي أن يغذر له واحد من الخدام وسيأتيك خادم ويأتيك بأموال وغيره. نفرض أن هذا الخادم من الجن. المسلمون لا يفعلون هكذا، لا يسرقون أموال الناس ولا يسرقون بنوك ولا يفعلون أي شيء. ونفرض إخواني الكرام أن هذا الخادم أتاك وهو طبيعي جدا سيكون كافرا. المسلمون المؤمنون منهم عندما يساعدون بشرا يساعدونه في دواء، يساعدونه في علم، يساعدونه في معرفة شيء يرضي الله، لا يساعدونه في أخبار الناس أو الجوسسة أو غيرهم. لكن أنت لو هذا الشخص أو المخلوق أتاك بمال، فمن أين أتى به؟ هل عندهم مطابع؟ ما هو أكيد سرقة. ستقول لي أنت يأخذ أموالا كذا وكذا، لا يا أخي حرام، السرقة سرقة، السرقة ستبقى سرقة مهما يعني بلغت. لو أخذتها ممن؟ أنت لست في حالة حرب أو حالة كذا أو حالات أخرى، فهذا حرام. وفينا أيضا من يقول لك أنا يعني أكثر الذكر وكذا وكذا، ويريدهم في نية أن يتقربوا منه ويريد أن يراهم ويتعامل معهم لأنه كره الحياة وكره البشر وكره وكذا كذا كذا. كل هذه إخواني والله أوهام، وكل هذه خزعبلات ولاعيب شيطانية يريد أن يوصلك إلى حد الإلحاد والجنون. انتبه لنفسك، اقرأ القرآن، تدبر، اذكر الله كي يرضى عنك، اذكر الله خوفا، اذكر الله توبة، اذكر الله يعني بنية صادقة، اذكره وأنت تريد مثلا أن يعطيك كل شيء وفي نفس الوقت أنت متأكد أنه سيعطيك، لا تشكك. الشك هو الذي يؤخر الفرج قليلا إخواني الكرام. بعضكم أحيانا يكتب لي تعالى قل لي عندي 25 سنة وأنا أعجز، لأن نيتك ليست سليمة، لأنك لا تعتقد في الله إلا الشكوك، هل سيشفيني؟ لا. هل سيتركني هكذا؟ هل سيعطيني في الجنة ويتركني في الدنيا؟ لا يا أخي، لا يعجزه شيء. لهذا أخواني الكرام حبيت أوضح لكم هذه المعلومة، الجن لا يتشكل لك لأنه يخاف منك، لأنك أقوى منه، أقوى منه بكثير، وكرمك الله وأعطاك من كل خيرات الدنيا وأنت لا تعلم. نعمة، لأننا يوم نقف أمام الله يوم القيامة سنكون سواسية، سنقول أنت كيف أنا مع حاكم يعني يحكم دولة كذا وعنده فلوس هبل، ولا كيف أنت سواسي، أنت تنام هو لا ينام، أنت أتاك الله يعني زوجة تحبك هو لا تحبه تخور، سنجد أنفسنا سواسية. هو لو افتدى بماله كله من أجل أن يعالج ابنه لن يستطيع، وأنت ابنك بصحة جيد يأكل التراب عادي جدا وأمورك طيبة وأنت في أمان، هو ليس في أمان، كل واحد كيف يا أخواني، درجات. هذا ليش إخواني الكرام أدعوكم دوما إلى أن تبعدوا عن عقولك هذه الخزعبلات وتتوكلوا على الله، ولا تجعلوا لهؤلاء الشياطين الملاعين قيمة أكثر من قيمتهم. لو كانت لهم قيمة عند الله كقيمة البشر لكان أمامك تراه وتذهب معه للسوق وتمشي وتأتي. ثم كثير ناس أعرفهم أنا مرضى نفسيا يقول لي أتحدث معهم، وهذا عقلك الباطل، لا يوجد شيء من هذا. الجن الفاسق والعياذ بالله حتى يعني غيره لو اقترب منك سيحرقك، أنت مخلوق من طين، النار تؤثر فيك، هو مخلوق من مارج من نار، أنت لست إبراهيم الخليل عليه السلام كي تكون النار بردا وسلاما عليك. الأمور واضحة، فقط هناك من سيكتب تعليق وكذا وكذا وكذا، والأمور هذه أنا أعرفها جيدا، فلا داعي لهذا الموضوع إخواني الكرام لأني لا أبالي لأحد. شكرا لكم على المتابعة، وإن أحببتم أو أردتم أن أزيدكم من هذه المقاطع والفيديوهات سأعطيكم أشياء أخرى تفيدكم بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة.